السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لك قاس حسن من كتاب احمد ويحمان، انت مواطن مغربي عايش معنا في هذه البلاد وتطعن في الوحدة الترابية نتاعت المملكة المغربية، وخونتي طرف من المغاربة اللي هما صحراوة خونتيهم وتلاقيتي مع جميع الأعداء نتاعو المملكة المغربية، من ايران لحزب الله الحفيد نتاع نيلسون مانديلا، يعني كاع دوك اللي بيقسموا لنا هاد البلاد انت درتيه تكفيت يوم وجلستي معاهم، وانت ضد رئيس اللجنة الحقوقية لمناهضة التطبيع، ان انت الوحيد اللي في هاد المملكة المغربية والامثال ديالك اللي عقتو بالخطر نتاع اسرائيل على المملكة المغربية، وجبتوا الخير اللي جيب لنا ايران وحزب الله والجزائر والبوليزاريو وحنا ما بغيناش. انت اللي قلتي ما حد المغرب ديال العلاقات مع اسرائيل، انا ما عندي ما ندير بهذا المغرب، اش انت عندنا دابا؟ ماك ما تخش مشي في حالك، سير ايران سير لبنان سير غزة، وقف مع اخوتك انت اللي تضل تغوت وتقول انا مات انا. سير بغيت نسولك، هاد الفلوس اللي باش سافرتي لايران منين جبتيها؟ اللي تتفتخر انت براسك، انت اللي قلتيها تتفتخر بان تلاقيتي مع القادة من الصف الاول في ايران وفي لبنان، يعني منين جبتي هاد الفلوس باش مشيتي لايران؟ شكون اللي خلصها عليك؟ شكون اللي خلص عليك الوطن باش جلستي تما؟ اش من جهة هادي اللي مشيتي على حسابها لايران؟ وشكون الجهة اللي خلصت عليك فاش مشيتي للبنان؟ وشكون الجهه اللي خلصت عليك فاش مشيتي لجنوب افريقيا وتلاقيتي مع الحفيد نتاع نيلسون مانديلا؟ منين جبتي هاد الفلوس؟ يعني هاد الفلوس ماشي خلصتيهم من جيبك، تعطيهم لك جهات، هاد الجهات اللي تعطوك هاد الفلوس شكون هما؟ شكون اللي تيمولك؟ اشنا هو الهدف نتاعك؟ اش بغيتي؟ خونتينا، قلتي لنا البوليزاريو على حق وحنا كدابه، قلت لنا ايران تعدينا على حنايا، اما ايران ما صيفطتش الدرع ديالها حزب الله تي يدرب الميليشيات نتاع البوليزاريو. شتي بحالك انت والمعداوي هما اللي خرجتوا على هاد الدوله، انتوما هما مسامر الميدا نتا وعاد المملكه المغربيه، مسامر الميدا نتاع المملكه المغربيه هما بحالكم، ديما الطائرات ديما مسافرين ديما لوطيلات ديما غاديين ديما جايين، شكون اللي تيخلص عليكم هادشي؟ وعايشين وسط منا وتتهضر قال لك ما حدنا حنا تابعين السياسه البوريطيه، يعني غادي بغينا نديرو حرب في هذه المنطقه، يعني حنا خاصنا نلغو بوريطه ونلغو السياسه البوريطيه ونديرو السياسه الوحمانيه ولا المهداوية. واخا بوريطة جاب لنا 30 سفارة، بوريطة من 2017 هو خدام وحقق انتصارات دبلوماسية اللي خلات العالم كلشي يتباض فيها، انت اش عطيتي لهاد البلاد يا وحمان؟ من غير السبان والنعلة وانا ضد وانا وانا وانا، وانت لا شيء، انت نكرة، انت نكرة، اش قدمتي لهاد المملكة المغربية؟ لا شيء. المهداوي اش قدم لهاد المملكه المغربيه؟ لا شيء. شكون اللي تلقاهم تيسبوا في المؤسسات وتيسبوا في الدوله؟ هما دوك اللي ما قدموا لهاد الدوله لا شيء وعايشين فيها فابور، هما اللي تلقاهم ديما تيسبوا، انما مصلحتهم يبقاو ديما المشاكل ويبقى الفريع ويبقى. انت اللي قلتي او حمان، وهذا راه اتهام خطير، وتنشوف الله يجازيهم هاد المحاميين والنقابات ينوضوا ويتحركوا ويديروا خدمتهم، وهذا اتهام خطير. انت اللي قلتي الكيان ولا متحكم بجميع المؤسسات والقطاعات المغربيه، يورا من المؤسسات المؤسسه الملكيه، الا كان الكيان متحكم بجميع، ما قلتي في بعض، قلتي جميع المؤسسات والقطاعات في المملكه المغربيه متحكم فيهم الكيان، ايوا من المؤسسات المغربيه المؤسسه الملكيه، يعني الكيان متحكم في المؤسسه الملكيه، يعني انت تتهين الدولة المغربية والنظام المغربي في شخص جلالة الملك.
يعني اش تقولها الرجل؟ هاد الشيء راه فات حريه التعبير، هاد الشيء راه ماشي حريه التعبير، هادي راه القباحه والبساله، هادي قله القيمه، هادي راه وليتي تقول شي هضره السي وحمان. ما انا ما عرفتش شكون اللي مشجعك وشكون اللي معاك في هاد الدوله، ولا ما عرفتش شكون هو اللي بظهرك. اما انت راه خاصك النهار الاول تقول بحال هاد الهضره هادي، خاص تعيط عليك نديرو معاك تحقيق، وتتهم الاشخاص، تتهم اشخاص بالاسماء ديالهم، تقول واش عندك الادله عليهم بانهم عندهم علاقات مع الكيان. حاجة واحدة اللي غادي نقول، الله يرحم لكم الوالدين، الدولة المغربية والمخزن المغربي والمسؤولين المغاربة، دخلنا عليكم بالله إلا ما فكونا من هاد الخوانة اللي كاينين في الداخل. راه ملي تنشوفو شي خائن جالس معنا هنا في الداخل وتيطبورد وتيبقى تيخسر في الهضرة، راه تيا كنا قلبنا وما تنسقرو ليه والو. حنت حنا ما يمكنليش انا غادي ناخذ حقي بيدي، حنا راه ماشي في بلاد الفوضى، هادي راه بلاد القانون. ايوا راه بنا القانون يتحرك، الله يرحم لكم الوالدين بحال هادو اللي كل نهار تيسب واحد وكل نهار تيخرج لواحد. والمشكله كون هي تيسب الاشخاص، تيسب الدوله، تيسبنا حنا 40 مليون مغربي، راه تي هي المؤسسات نتاوعنا. ما غاش نزيد اخوتي اكثر من هاد الهضره هادي. ان انا كمواطن مغربي وسطكم اخوتي 40 مليون مواطن مغربي، مصلحه وحده اللي عندنا بين هذا المشكل نتاع الصحراء الغربيه المغربيه، نسدوه ونخرجوه من الامم المتحده باش نشوفوا الصحراء الشرقيه ان شاء الله الكريم حتى هي، ونتنفسوا حتى حنا شي شويه. ما خصنا نبقاو حنا تنلعبوا حنا في هذيك الصحراء، ديك الصحراء راه فضينا المشكل ديالها، راه ديال الصحراء الاخرى ندخلوا للتيران الاخر، هذا الشيء اللي بغينا حنايا. اما بحال هاد المسامر المغاربه بقاو محصلين غير هنا تنضرو في بعضياتنا، اللهم اجمع الزبل كامل والمعلم، اجمع هاد الويل كامل ارواز اللي ما ينفع دفع. وما غاش نزيد اخوتي كي قلت لكم على هاد الكلمات اللي قلت في هاد الفيديو، سمحوا لي الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بالخير، هضرت شي شويه متعصب انني تنصنت لهاد التصريحات نتاع هاد وحمان ولا هاد الماركات. والله الا تنعطي مليون تحيه لعادل الميلودي من هذا المنبر، تنعطي مليون تحيه لعادل الميلودي، هذاك والله الا وطني وتيبغي هاد البلاد، اختلف معاه ولا بغيه ولا انا ما تبغيش، انا المصلحه اللي جمعنا حنا كاملين هو هذا الوطن. عادل الميلودي والله الا راجل على هاد بحال هاد وحمان، عادل الميلودي بعدا راه مقودنين هذاك المسخ نتاع بلال. اما هاد وحمان اش عطانا؟ عادي الميلودي مازال دار اضعف الايمان، بعدا خدم غير لسانو وهضر، وحمان خدم لسانو تيسب فينا حنايا. تحياتي لكم اخوتي المغاربه، الله يكبر بكم والله يجزيكم بالخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.